اشد الهمم في شرح فصوص الحكم بل لحسن زاده الآملي، وهو احد الصوفية في قم المقدسة. وان الرجل حسن زاده هذا يقدس في قم كأنه نبي من الأنبياء. بل انظروا ماذا يقول في هذا الكتاب، بل في صفحة 608 يقول: پس شهود رجل حق تعالی را در مرعه، یعنی در حین مواقعه، اتم و اکمل است. ان الرجل حينما يشهد حق تعالی في المرعه، یعنی حین المواقع، وانتم تعلمون ما المعنى المواقع، هو حین الجماع. الرجل حينما ينكح ويجامع زوجته ويباشر زوجته، فمشاهدته لله تبارك وتعالى اتم و اکمل. لماذا؟ لأن الرجل بل حق را در مرآه در مرآه مشاهدة ميكونا. لأن الرجل يشاهد الحق تعالى في ذلك المرآه المنكوحة. أظن حيث حق فاعل ومنفعل هاس، وفي ذلك الوقت إن الحق فاعل ومنفعل. إن الحق في ذلك الوقت، إن الحق هو الناكح والمنكوح، فاعل ومنفعل. هو ماذا مقصده؟ إن الحق أنذاك فاعل ومنفعل، يعني إن الحق أنذاك هو الناكح والمنكوح. لأن الرجل هو من هو مظهر من مظاهر الله، الله تجلى في صورته. فحينما هو ينكح زوجته ويباشر زوجته، فهذا مشاهدة أتم وأكمل، لأن الحق تعالى أن ذاك يكون، علي أعوذ بالله، نستجير بالله، يكون ناكحا ومنكوحا. لا إله إلا الله. انظروا، بل هذا كلام أبو بكر بن العربي. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهوده في المنفعل. إذا شاهدت، شاهد الرجل الصوفي إذا شاهد الحق في زوجته كان شهوده في المنكوح، قد شهد الحق تعالى في المنكوح. لا إله إلا الله. وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه، شاهده في المنفعل في الفاعل. وإذا شاهد الحق في نفسه، شاهد الحق في الفاعل في الناكح. فحينئذ، حين النكاح وحين الجماع، إن الصوفية بل يرى الحق ناكحا ومنكوحا. يا سبحان الله. بل فلأجل ذلك، لأن جميع الأشياء مظاهر الله تبارك وتعالى، نستجير بالله من هذا الكفريات. يا أيها الشيعة، ابتليتم بماذا؟ ها؟ أيها العلماء، أنتم تركتم طريق المطالعة، وتركتم طريق بل الاستدلال العلمي. أنتم تظنون إذا درستم الكفاية والبحث المشتق وبحث مثلا الوضع، من الواضع؟ الأمر والنهي وتلك مباحث الألفاظ لا فائدة لها في الدنيا والآخرة، تصبحون علامة. يا إخوتي، يا أيها الطلاب والعلماء، إن تلك الأبحاث لا فائدة لها، لا في الدنيا والآخرة.